تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر جريدة الانفو على التغطية ديالها في هذه الاستضافة هذه. احنا اليوم في دوار ديريا اللي تم جمعية أخضر للتنمية المستدامة دوار ديريا اللي نظمت هذا الدوري هذا اللي فيها 16 فرقة. واليوم اللي كان أول انطلاقة إن شاء الله اللي حضرنا معهم اللي كانت المقابلة ما بين دوار ديريا وعن الشوق، وكان يعني الامور دازت بسلام الحمد لله، اللي داز 1-0 لصالح الدوار عن الشوق. وكان الحمد لله في هذه المبادرات حنا متواجدين بصفتنا كفاعلين جمعويين او حقوقيين جميع المناطق ديال الدواوير ديال المنطقه ديال الوامره. وان شاء الله مازال حنا الحمد لله يعني واحد منظوم ديال حد السلطات ترد الاعتبار، يعني تشوف خاص بعد اولا ما كاينش الملاعب بالقرب، يعني باش يستافدوا الشباب ديالنا ديال جمعيه الوامره أو سواء مدينة العرائش. وكنتمناو من الجهات المعنية تدير واحد الملاعب ديال القرب. راه كتشوفوا هذا الملعب ديال الديرية اللي كنعيشوا فيه، كتشوفوا الأرضية ديالو، يعني حتى اللاعب يعني يقدر يطيح أو شي حاجة توقع له شي إصابة ولا شي حاجة، إلا ما كاينش الإمكانيات. وكنشكر جميع المشاركين في هذا الدوري هذا، 16 فرقة. كنتمنى إن شاء الله الأمور تدوز بخير وعلى خير.